في هذيك الفتره كنت رحلنا ما بير العاتر، رحلنا النقرين جنوب تبسه، وكبرت في الابتدائي في اسره، احنا كنا 10 في الاسره، يعني الاسره ربي يبارك كبيره. ومن بعد انا ما كنتش الكبير، يعني ربما حصلت في تعليمي المبكر على تأطير من خاوتي الكبار، فربما استفدت شوية من خبرتهم المدرسية في الابتدائي والمتوسط والثانوي. وفي هذه الفترة كانت تحديات أيضا، أنا أيضا بلك وضع اجتماعي عشته اللي عاشوه الكثير من الشباب الجزائري مبكرا، ألا وهو ولوج عالم العمل مبكرا لتلبية حاجية الأسرة، كما نقولوا رب الأسرة. الأسرة مش لتلبية حاجياتك أنت فقط، معناتها الوضع المادي للأسرة كيف كان؟ لا، ربما بتعريف دقيق هو لتلبية حاجياتي الخاصة مش الأسرة. كان رب الأسرة متقاعد، الوالد ربي يرحمه كان متقاعد براتب صغير جدا، ونحن 10 في العائلة، واضطر أنه يعمل أعمال أخرى، ونحن كشباب باش تعاونوه، باش نعاون روحي على الأقل نكفيه نفسي في ملابسي الدخول المدرسي والأدوات، وربما بعض أنا جامي لا شريت يعني خضرة للدار وأنا صغير، كنت نشري فقط لنفسي، كنت نعاون روحي شخصيا به نكفيه. يعني بعت الأغراض في الأسواق واشتغلت في ماذا اشتغلت؟ اشتغلت في ورشات البناء كثيرا، في كما يقولوا في اللي شونت يقولوا لي فيرايور، اشتغلت في الفيراي ياسر، واشتغلت في كنت نبيع في الأسواق. نبيع كم كان عمرك حينها؟ ربما ابتداء من 13 سنة دخلت، وليت بالمناسبة ما كنتش نخدم فقط في العطل الصيفية، وإنما حتى أثناء الموسم الدراسي كنت الاثنين العشية والخميس العشية والجمعة كنت نخدم. وهذا ربما على الرغم من تأثيره على مسار الطفل الدراسي، لكن في هذاك الوقت كان ملح، يعني كان ضرورة، لأنه ما كنتش وحدي بالمناسبة. أنا رماني في مجال العمل مبكرا هو موجة عارمة كنت تشوفها عند زملائي، يعني كنا في القسم ربما نصف الذكور تاع القسم يروحوا نتلاقوا في الشونتي نخدموا مع بعضنا في هذاك ربما سنة 7 متوسط وثامنة. يعني طيب، ألم يؤثر هذا على مستواك الدراسي؟ أكيد أثر ولا شك، لأنه ربما بظروف اجتماعية أفضل كنت راح نكون أفضل، لأنه ساعة ضيعها وأنت صغير سواء تلعبها ترفيهيا عن نفسك ولا تقرأها في المنزل ولا في المطالعة، لكن الارتماء في عالم العمل أكيد يأثر. أيضا هو يأثر بجانبين، يصنع منك شخصية رجولية متحدية قادرة على فرض نفسها، ولكن يخالطك شوي مع بيئة تاع البالغين اللي في العمل والكبار اللي هما من طقم آخر ورؤيتهم أخرى، وتخلي أصدقائك تاع 12-13 سنة وتحتك مع ناس أكبر منك، فيها وجهين، فيها وجه وين تنضج مبكرا، وفيها وجه وين تخلي لغتك لغة التلميذ وتتعامل بلغة الكبار، يعني تضيع على روحك ساعات دراسك. طيب، معناها أنت انطلقت من بيئة بوضعية مادية محدودة. نعم، محدودة جدا. أنا ما كاش محمد دمير غالي ولا كلش متوفر ولا أبدا، كان بالعكس كنت نعمل باش نشتري أدواتي ونكفي ذاتي يعني. طيب، بعد ذلك وصلت إلى مرحلة الثانوي. مرحلة الثانوي هنالك منعرج مفصلي هو شهادة البكالوريا، كيف تسيرت مع هذه المرحلة في الثانوي؟ الثانوي كانت احنا تلمو في قرية نقرين ولا في بلدية نقرين، كانت أول ثانوية افتتحت في جيلي أنا، لما دخلت أنا وصلت للثانوي كانت الثانوية تفتتح لي أول مرة، فكنت ممن درسوا الثانوية جديدة، كانت غياب بعض الأساتذة، تعرف افتتاح المدارس الجديدة والثانويات مش راح يجوا الأساتذة كل مواد، مثلا الفرنسية ما كانش أستاذ، نظن مواد أخرى ما كانوش في أساتذة، فهذيك الثانوية الجديدة قرينا فيها متحدين، كانت كلاسة صغيرة، كلاسة واحدة فقط، وأيضا الامتحان البكالوريا يلزمك أنك تروح تعقب في بير العاتر، قرينا في نقرين ونهار الباك روحنا عقبنا في بير العاتر. كم المسافة؟ مسافة 60 كيلومتر، ولكن تضطر أنك تبات في بير العاتر أثناء الباك ولا تروح كل يوم، وهذا إحنا نهار الباك نحتاج شوية استقرار وهدوء. أنت كنت تروح ولا تبات؟ أنا كنت بات. كان وين تبات؟ كنت مبات في دار خالي يسكن في العاتر، وكنت مبات عنده، ولكن الكثير من زملائي كانوا يروحوا ويرجعوا في العشية، وهذا يأثر على مسار الامتحان، يعني النفسية ما تستقرش وما ترتاحش. لكن هل أثر حقيقة؟ جبت البكالوريا ولا جبت البكالوريا؟ لا، جبتها البكالوريا، ولكن معدلاتي السنوية كانت أفضل من معدلي في الباك، ما نعرف أسكو الامتحان كان صعيب ولا أنا تأثرت بما بهذاك الجو تاع اجتياز الامتحان بعيدا على دارك ولا على مؤسستك التعليمية، لكن في الأخير الباك جبتها مونسيون اللي هو كان قريب من الجيد. طبعا أغلب الطلبة يكتبوا الطب ولا يكتبوا تخصصات الصيدلة اللي هي يحلموا بها الجميع، أنا أيضا درت الطب والصيدلة والبيطرة ووجهت بالتوجيه. قبل البكالوريا ما هو الحلم الذي كنت تحمله معك دراسيا؟ ما توش كنت حاب تخرج؟ لما نكون في الطفولة لكل منا حلم يسعى لتحقيقه، ربما كنت حاب كنت مولع بالهندسة المعمارية، كنت حاب نكون أرشيتكت،
حتى في البكالوريا درت الطب والصيدلة والهندسة المعمارية، ولكن هذا كله تم تجاوز هذه الاختيارات ومنحت الاختيار الرابع والخامس اللي كان الطب البيطري. ما كنتش نرغب فيه الطب البيطري، يعني ما كانش اختياري وما كانش ميولي وما كانتش عندي علاقة كبيرة بالحيوان يعني.